هنعمل عيش اسفنجي هش جدا وطري بمكونات بسيطة ومن غير فرن. اول حاجة هضيف المكونات كلها مع بعضها قبل ما تضيف الدقيق، بعد كده اضيف الدقيق واكون سايبه شوية من المية هضيفهم اذا العجينة احتاجت. هلم العجينة وبعدين اضيف عليها معلقتين من الزيت واعجنها كويس جدا جدا، عايزاها تكون عجينة لينة، اسيبها تخمر وبعدين اقسمها الكور واسيب الكور ترتاح شوية عشان افردها بسهولة. افردها وبعدين احطه على قماش نظيف لغاية لما يخمر خالص. احط طاسة على نار متوسطة، لما تسخن هحط الرغيف بتاعي، وبعدين لما الاقيه بدأ يطلع فقاعات هروح اقلبه على الناحية التانية، وده السر اللي بيخلي الرغيف ينفخ معاكي، ان انت كل شوية بتقلبيه ما بتسيبوش على ناحية واحدة، كل شوية تقلبيه كده لغاية لما ينفخ خالص، وبعدين تلاقيه لون من الناحيتين، ما تضغطيش عليه ولا حاجة، هو هيتنفخ لوحده. مش هياخد منك دقيقة على النار، هتشيليه من على النار تحطيه على فوطة نظيفة وتغطيه علشان يفضل طري، وكده تاكلي احلى عيش ممكن تاكليه في حياتك، احلى كمان من اللي ممكن تشتريه من بره، والف هنا اللي يجرب.